السلام عليكم طلاب، شلونكم؟ شو اخباركم؟ ان شاء الله تمام. انا براق معتز، طالب كليه طب جامعه القادسيه، وراح نجي هسه نشرح الفيديو او المحاضره 15 اللي حنتداول بها ان شاء الله عن عضلات العين. راح تكون هدف هاي المحاضره بشكل رئيسي انه احنا نشرح عضلات العين. ان شاء الله يعني راح نختم بعد هاي المحاضره العين، واذا احتاجينا بعد محاضره ثانيه يمكن اضيفها، اوكي؟ لان هاي المحاضره حتكون نوعا ما هيك 35 سلايد او 40 سلايد، ماشي؟ فيعني اذا اشوفها انه تطول اضيفها بعد المحاضره وراها. ان شاء الله بعد يعني تقريبا هي اخر بي دي اف انا سويته حول العين، بعدها راح ندخل ان شاء الله في تشريح الاذن. ويلا خلينا يلا طلاب هسه خلينا ناخذ ان شاء الله هاي الاوبجكتيف مالتنا. اول شيء حناخذ المسل اوف ذا اي، عضلات العين، بعدها ناخذ التغذيه الشريانيه، ويعني وحده وحده نجي هنا ذني الاوبجكتيف مالتنا مالت المحاضره، عناوين راح ناخذهم بهاي المحاضره. اول شيء راح ناخذ عضلات العين. عضلات العين طلاب تقسم الى قسمين، عضلات تكون اكسترنسيك مسل، يعني عضلات خارج كره العين تتحكم في حركه كره العين، اوكي، او نسميها اكسترا اوكولار مسل، يعني عضلات خارج العين. هاي العضلات تكون عددها 7، ماشي؟ 6 منها يتحكم في حركة عضلة حركة الاي بول اللي هي كرة العين، وواحدة منها تتحكم في الايلد. يعني شو تتحكم في الايلد؟ يعني تتحكم في الجفن العلوي، اما ترفع الجفن العلوي، اوكي؟ راح نجي للجروب الثاني اللي هي الانترنسيك مسل وذين ذا اي بول، وذين ذا اي بول، داخل الاي بول. يعني تكون هاي العضلات عبارة عن سموث مسل، عضلات ملساء تكون داخل العين، داخل الاي بول، وين تحديدا؟ موجوده بالجزء الملون من العين، يعني بالايرس. هاي العضلات تتحكمني بالبيوبل، وهسه راح ناخذها ونعرفها شنو هي هاي العضلات. شلون تتحكم لي بالبيوبل اللي هو بؤبؤ العين؟ توسعه، ماشي، او ما توسعه، يعني عكس توسعه شنو؟ والله نسيته، يعني اما توسعه او ما توسعه، اوكي؟ اوكي. طلاب هسه احنا راح نجي للعضلات. تمام طلاب، اريدكم انتم بالملزمه قبالكم تفتحون هذا السلايد، اوكي؟ انا راح ابدي عضله عضله اشرحها، ماشي؟ وبالتطبيق، يعني هذا الجدول بعدها انا راح اشرحه كله بالتطبيق، بس هنا أنا من اجي هذا عقبه بسرعه، لان حيكون شارحه انا بالتطبيق، فاريدك انت وياي بكل نقطه اقولها تقراها، لان انا حقرا اللي موجوده هنا، اوكي؟ طبعا خلينا نجي لاول عضله اللي هي الليفيتر بابلي سوبريورس، اللي هي هاي العضله. هاي العضله اخذناها وين؟ عافيه بالايلت، اوكي، وشرحناها كلها بشكل كامل، بس انا هسه راح اعيدها على السريع. اول شيء هاي العضله تتصل لي باللسر وينج اوف ذا سفينويد وانتيريور تو ذا اوبتيك كانال. يعني طلاب اذا تذكرون هاي عظمه السفينويد اللي تشبه الخفاش، ايش بيها؟ بيها جريتر وينج اللي هو هذا، وبيها اللسر وينج اللي هو هذا بالاخضر. اقول لك انه هي تتصل باللسر وينج لكن انتيريور، اللي هسه احنا جايين نباوع لها من جهه البوستيريور، وهسه راح اطلع لك اياها انتيريور اللي هنا تتصل، اوكي؟ ويقول لك انه كذلك بعد وين تتصل؟ انتيريور تو ذا اوبتيك كانال. هاي الاوبتيك كانال، اوكي، هي انتيريور الها تتصل، وهسه راح اراويكم اياها، اوكي؟ الانسيرشن مالتها طبعا انا اعيد هاي شارحها بالتفصيل. الانسيرشن مالتها تتصل بالتارسال بليت انتيريورلي، بالانتيريور سيرفيس مالتها، وانا مراويكم صور عليها يمين. وكذلك تتصل لي فيو فايبرز تروح للسكن، وكذلك تتصل بالسوبريور كونجكتيفال فورنكس، هاي شرحتها باللاكرمال اباراتس، سوبريور كونجكتيفال فورنكس، وهم شرحتها بالايليد من شرحت الكونجكتيفا. فذن الامور كلها انا شارحها بالمحاضره السابقه، اوكي؟ اوكي. والليسر وينج اوف ذا سفينويد انتيريور تو ذا اوبتيك كانال عرفناها، اوكي؟ التغذيه مالتها شنو هي؟ الاوكيولو موتور نيرف قلنا، سوبريور برانش شنو هذا؟ هسه بعدين اشرحها. شنو وظيفتها؟ ايش راح تسوي؟ اليفيشن اوف ذا ابر ايلت، قلنا انه هي ترفع الجفن العلوي، اوكي؟ اوكي. هسه انا شنو؟ اروح للتطبيق، وانتم اريدكم تفتحون يمي هذا السلايد اللي قبل شويه قريته، اوكي. بس هاي بالبدايه التطبيق يشلع القلب، يلا ينفتح. يشلح، اوكي؟ السحكات خرافيه طبعا. المهم نجي، يا الله جت الكهرباء همين. نجي اول شيء للسوبريور ريكتس مسل. اذا تشوفون العضله الثانيه بعد الليفيتر بابلي سوبريورس اخذنا سوبريور ريكتس مسل. وين السوبريور ريكتس مسل؟ طلاب هاي الليفيتر بابلي سوبريورس هاي اذا تشوفوها متصله بالايلد هنا انتيريورلي، اوكي؟
بعدها السوبريال ركتس مصل اللي تكون جواها اللي تشوفون هاي العضل اللي اشارتها الثاني هي هاي السوبريال ركتس مصل هاي اللي اشارتها جواها اوكي هاي السوبريال ركتس مصل نجي للاوريجين مالتها وين راح تتصل بس دقيقه خلي اشيل الان الليفيتر باب اللي سوبريورس احسن شيء هاي السوبريال ركتس مصل وين راح تتصل ماشي خلي نجي نأشر هاي اول شيء يقول لي انه هي الاوريجين مالتها سوبريور بارت اوف ذا كومن تندينس رينج طلاب اللي اريد تعرفون انه يابا اكو ورا بالاوربيتال كيفيتي اكو عباره عن هيك مثل اللفاف ماشي اللي هسه هذا اشارته اوكي هذا اللفاف هذا اللي اشارته اوكي هذا اللي صار لونه بالفيروزي ما ادري شنو اخضر المهم هذا اللفاف موجود كلش ورا بالاوبتيك بالاوربيتال كانال ماشي ماشي بالاوربيتال كيفيتي مو كانال هذا اللفاف موجود كلش بوستيريور ماشي تتصل بيه العضلات تتصل بالعضلات ماشي وهسه راح اراويكم بعد صور كلش هواي يعني فيقول لي السوبريور ركتس مصل الاوريجين مالتها الاوريجين مالتها دقيقه بس دقيقه ايه الاوريجين مالتها طلاب يتصل لي بهذا اللفاف لكن مين يتصل لي يقول لك يتصل لي بالسوبريور بارت اوف ذا كومن تندنس رينج اللي هو هذا هاي الكومن تندنس رينج هو يتصل بالسوبريور بارت اوكي هاي الكومن تندنس رينج هو يتصل بالسوبريور بارت اوكي نجي نكمل هاي عرفنا الاوريجين مالتها ماشي الكومن تندنس رينج شنو الكومن تندنس رينج راح اشرحها انا بالتفصيل طبعا راح اخذ سلايدات عليها تندنس رينج يعني عباره عن مثل التندن يعني هاي راح تكونها يعني تشبه التندن ماشي ليه سميناها كومن وليه سميناها رينج للرينج لان هي حلقه سميناها كومن لان هي راح يتصل بها عضلات كلش هواية اوكي وسوبريال ركتس مصل تتصل بالجزء السوبريال مالتها الانسيرشن يتصل لي بالانتيرير هالف اوف ذا ايبول سوبريالي طلاب الايبول احنا الايبول اللي هي كره العين نقسمها جزء يكون انتيرير هالف وجزء بوستيرير هالف يعني شنو انتيرير هالف يعني الجزء الامامي شنو بوستيرير هالف اللي هو هذا اللي هو الجزء النصف الخلفي اوكي اوكي الجزء الامامي طلاب اللي هو هذا بي سوبريور وبي انفيرير اكيد ماشي ف وبي لاترال وبي لاترال وبي ميديال فاذا شوف السوبريور ركتس مصل راح تتصل وين تتصل بالجزء السوبريور بالجزء السوبريور مالت الايبول اوكي اذا تشوفوا هنا بالجزء السوبريور فهو شيء يقول لك تتصل بالانتيرير هالف يعني بالجزء الامامي ماشي اوف ذا ايبول سوبريورلي يعني تتصل سوبريورلي بالانتيرير هالف اوكي اوكي نجي نكمل نجي بعدها بالنسبه للنيرفيشن عفوا مو هسه انا راح احفظ لكم النيرفيشن انا عندي فكره انه تحفظون بيه النيرفيشن والفانكشن هم عندي فكره تحفظون بيه لان شويه صعب وانا اريد افهمكم واحفظكم بنفس الوقت بالنسبه للنيرفيشن والفانكشن هسه احنا شنو الفانكشن نجي اول شيء للاوريجين والانسيرشن ناخذهن نجي للانفيريور ركتس مصل ماشي وين هي الانفيريور ركتس مصل وين هي الانفيريور ركتس مصل اللي هي هاي هسه انا جايباو انتيريرلي جايباو سوبريرلي راح اباوع انفيريرلي اشوف الانفيريور ركتس مصل هاي ماشي ماشي الانفيريور ركتس مصل نجي نحكي عنها شويه يقول لي ياب الاوريجين مالتها بالانفيريور بارت مالت الكومن تندنس رينج هو صحيح بالانفيريور بارت مالت الكومن تندنس رينج كلش واضحه بعد يقول لي ياب الانسيرشن مالتها تتصل لي بالانتيريور هالف اللي هو فعلا هاي بس وين سوبريالي لو انفيريالي بالانتيريور هالف عافيه انفيريالي نانا تتصل بالانتيريور هالف انفيريالي اوكي اوكي فيقول لي بالانتيريور هالف اوف ذا ايبول انفيريالي نيجي بعدها والمن هسه انتم تكونوا مطلعون قبالي شنو مطلعين قبالي جدول ماشي قبالكم مو قبالي يعني ايش دخل يعني المهم كون قبالكم مطلعين الجدول ماشي عن ما تعرفون شنو انا دا احكي اوكي نيجي بعدها المن للميديال ركتس مصل اللي هي هاي العضله هاي العضله نسميها سوري هاي لاترال الميديال ركتس مصل اللي هي هاي ماشي هاي وين تتصل لي دقيقه نطلع الرسم نقرا الاوريجين مالتها يجي لي بالميديال بارت اوف ذا كومن تندنس رينج الاوريجين مالتها هاي الكومن تندنس رينج تتصل لي بالميديال بارت اوكي يعني هنا ماشي بعد شنو الانسيرشن يجي لي بالانتيرير هالف اوف ذا ايبول ميديالي هذا الانتيرير هالف السوبريال ركتس اتصلت سوبريالي والانفيرير ركتس اتصلت انفيريالي والميديال ركتس اتصلت ميديالي خب كلش واضحه كلش واضحه
اوكي نجي بعدها المن لللاترال ركتس. اللاترال ركتس مصل اللي هي هاي اللي اشرتها ماشي. نجي نقرا بالجدول. ايجليابا اللاترال ركتس تتصل باللاترال بارت اوف ذا ايبول. يعني شنو يعني سوري اللاترال ركتس تتصل باللاترال بارت اوف ذا كومن تندنس رينج. هاي الكومن تندنس رينج تتصل باللاترال بارت مالتها. اوكي هسه لحد الان مو تمام. يقول لي الانسيرشن مالتها وين راح يتصل بالانتيريال هالف اوف ذا ايبول لاترالي. يعني هذا الانتيريال هالف اوف ذا ايبول هي راح تتصل لي لاترالي. فسوبريالي سوبريال ركتس، انفيريالي انفيريال ركتس، ميديالي بالجهه اللخ اللي هي الميديال ركتس، ولاترالي اللي هي بهاي الجهه اللي هي اللاترال ركتس. اوكي اوكي لحد الان امورنا خوب تمام تمام. نجي للسوبريور اوبليك مسل. طلاب عندنا احنا سوبريور اوبليك مسل وعندنا انفيريور اوبليك مسل. ليش سميناها سوبريور؟ لان راح يكون فوق الايبول سوبريالي ماشي. ليش سميناها اوبليك؟ سميناها اوبليك لان راح تكون مائله من عوجه ماشي او مائله بهالمعنى هيك. فاذا تشوفوها هسه راح اشرها وانتم راح تشوفوها شلون مائله ماشي. هاي اشرتها لا سوري هاي اشرتها خلي اجي ارسم لكم اياها. هاي السوبريور اوبليك هاي اللي رسمتها شوف شلون صايره هي جايه وهيك من عوجه هي جايه وهيك من عوجه ماشي. هاي السوبريور اوبليك مسل. طلاب السوبريور اوبليك مسل اذا تجون الها تشوفوها انه هي وين باديه. نيجي نقرا الاوريجن مالتها. يقول لي بالبادي اوف ذا سفينويد سوبريور اند ميديال تو ذا اوبتيك كانال. هنا انا اروح لغير تطبيق عن مود. هذا التطبيق من يقلب الدنيا بي. روح لغير تطبيق اوكي. اراويك الاوريجن من طالعه واراويك كمان تندنس رينج وين صايره. الكمان تندنس رينج طلاب صايره هنا. هاي كمان تندنس رينج اوكي. تتصل عضلات سوبريالي عضلات انفيريالي وعضله اللاترال الميديال ركتس مصل هنا والعضلات اللاترال ركتس هنا وتمتد فوق الايبول. اوكي هسه هاي عرفناها. زين نيجي بعد شغله ثانيه. السوبريور اوبليك مصل الاوريجن مالتها وين طالع؟ طالع من الكمان تندنس رينج لو لا ما تطلع من الكمان تندنس رينج. طلاب هاي عظمه السفينويد ترى هنا تشارك في تكوين الاوربيتال بارت مو صح؟ بالاوربيتال كيفيتي. اذا تشوفون هسه راويكم عظمه السفينويد. هاي عظمه السفينويد اوكي اللي تشبه الخفاش اسوي لها ايزوليت ماشي. نشوف هاي عظمه السفينويد تشبه الخفاش مو صح؟ اذا تشوفون تشارك في تكوين الاوربيتال كيفيتي بتجويف شنو العين ماشي. نرجع نشوف طلاب بهاي عظمه السفينويد ماشي. دقيقه بهاي عظمه السفينويد اكو هنا الليسر رينج اوكي او وينج رينج شنو الليسر وينج اللي هو الجناح الصغير. خلي اسوي لكم ايزوليت وراويكم اياه. هذا الجناح الصغير اوكي هذا الجناح الصغير وهذا الجناح الكبير اوكي وهنا الاوبتيك كانال اللي ما كانت واضحه صراحه. استوني انتبهت لها بالتطبيق. انا كنت اقول لكم ما هي يعني غلط. ابا شوف انا وين رحت للهاي الفورايمن وقلت لكم انه هاي هنا موجوده وقلت لكم انه غلط مكانها هي المفروض هنا وهي طلع مكانها هنا وانا ما انتبهت لها ما شفتها اوكي هذيك بالمحاضره اللي قبلها. المهم هاي بيها ليسر وينج وبيها شنو جريتر وينج. المهم هاي وين راح تتصل؟ يقول لك انه هاي العضله راح تتصل لك وين؟ السوبري اوبليك تتصل لك بالبادي اوف ذا سفينويد. يعني هنا هذا البادي اوف ذا سفينويد يعني هنا راح تتصل ماشي؟ يعني هنا راح تتصل. وبعد وين راح تتصل؟ يقول لي سوبريور اند ميديال تو ذا اوبتيك كانال. سوبريور او ميديال تو ذا اوبتيك كانال يعني يقول لك تتصل لك هي بالبادي بس تحديدا وين بالبادي؟ سوري بس دقيقه خليني اشرح لكم البادي. اوكي هذا البادي يقول لك تتصل بالبادي بس تحديدا وين؟ يقول لك سوبريور اند ميديال ماشي. يعني هاي الاوبتيك كانال تتصل لك سوبريور وميديال. هذا الميد لاين هي سوبريور وميديال يعني هنا تتصل اوكي. وين راوين اياها؟ زين رجع لي اياها هسه راح يقول لي زين دكتور ترجع لي اياها ماشي رجع لي اياها. ومن انت ترجع لي اياها فهمني اياها اوكي. هاي الاوبتيك والبادي هنا صاير يعني ورا ماشي. هي وين راح تتصل تحديدا؟ يقول لك سوبريور اند ميديال هنا اوكي. سوبريور اند ميديال للاوبتيك كانال اوكي اوكي صارت واضحه خوب واضحه. بالاوتر بوستيريور كوادرنت اوف ذا اي بول بالسوبريور سيرفيس
يعني هنا وين راح تتصل؟ نرجع الانسيرشن مالتها وين حيكون؟ عرفنا الاوريجن وقلنا تتصل بالبادي مال تلسفينويد تحديدا وين؟ سوبريور اند ميديال تو ذا اوبتيك كانال. اوكي لحد الان امورنا تمام. نجي هسه احنا نعرف الانسيرشن مالتها بالايبول وين راح يكون. ماشي طلاب احنا اعيد واكرر احنا قسمنا الايبول الى انتيرير هالف جزء امامي والى جزء خلفي. اقول لك هي تتصل بالجزء الخلفي يعني وين؟ اقول لك بالاوتر posterior quadrants. شو قصد بالاوتر؟ يعني الجزء السطحي. ما تدخل جيب لي يعني ما تثقب الاي ما تثقب الايبول. اوكي هاي يقصد بالاوتر posterior quadrant يعني يقول لك بالجزء الخلفي اللي هو هذا posterior quadrant او posterior half نفس الشيء. اوكي of the eyeball يقول لك بالsuperior surface. راح يجين واحد يقول لي دكتور posterior quadrant تختلف عن posterior half. انا اقول لك انه هنا اكو اختلاف ماشي. اكو بعضهم يقولون posterior half وكو بعضهم البعض منهم يقولون posterior quadrant. فهنا يعني ما عليكم ماشي لتدوخوا نفسكم. المهم هسه احنا عندنا هذا الانتيريور هالف وهذا البوستيريور هالف. اوكي هي وين راح تتصل لي تحديدا؟ وين راح تتصل لي تحديدا؟ اقول لك هي البوستيريور هالف هذا تحديدا بالضبط هي راح تجي من هنا تتصل في عظمه السفينويد تعبر من هنا طب الطب تمشي تتصل لهنا. اوكي وين تحديدا؟ بالبوستيريور كوادرانت بالسوبريور سيرفيس مات الايبول. اوكي اوكي هسه لحد الان خلصنا السوبريور اوبليك. نجي للانفيريور اوبليك مسل. الانفيريور اوبليك مسل طلاب دقيقه الانفيريور اوبليك مسل تتصل لي ها شوف هنا انا مأشر لك انا بهذا الخط الشبه بنفسجي والله ما اعرف سامي الالوان يعني هسه هذا ما ادري بنفسجي هيك انا بس بنات اعرف انه صراحه lateral to the nasal lacrimal groove. ها شوفوا طلاب هلي ارجع هنا للتطبيق اراويكم الاوريجين مالتها. طلاب هنا اكو جروف اكو جروف هنا وهسه اراويكم اياه شو نسميه شنو جروف. اول شيء جروف يعني مثل ال شلون اقول لكم مثل النقره ماشي. جروف يعني نقره يعني هنا اكو نقره. النقره هاي شو نسميها؟ نسميها نيزولاكرمال نيزولاكرمال جروف. ليه سميها نيزولاكرمال جروف؟ لان راح تطب بها النيزولاكرمال داكت اللي اخذناها بالجهاز الدمعي اللي هاي راح تنفتح النيزولاكرمال وين؟ بالخشم قلنا بالتجويف الخشمي. اوكي اللي الدموع يعني تمشي بيها وتنزل بالخشم. اوكي فيقول لك lateral to the nasolacrimal groove تتصل لي هاي وين؟ بس ركز لي على هذا هذا المفتاح مالتها اللي انا ملونه وبعدين نجي الحكي لفوقها. يقول لك هذا النيزولاكرمال جروف تتصل lateral اليه. اوكي نجي نقرا الحكي فوقها. يقول لك medial floor of the orbit تتصل لي بالفلور of the orbit يعني هسه انا جاي اشيلك. شوف احنا اشرنا هاي الداكت هاي النيزولاكرمال جروف تتصل هنا. شوف هو ايش معبر لك اياها. يقول لك الفلور الفلور يعني الارضيه مالت الاوربت يعني هاي. اوكي هاي الفلور هاي الارضيه مالت الاوربت. اقول لك بالفلور اوف ذا اوربت ميديالي يعني ميديال فلور اوف ذا اوربت يعني هنا بالميديال ماشي بالفلور مالت الاوربت بالميديال ماشي. بوستيريور تو ذا ريم شنو بوستيريور تو ذا ريم؟ شوف شوي معقده هنا. الريم مالت الاوربت الحافه مالت الاوربت اقول لك هي بوستيريور الها يعني هسه هاي الحافه مالت الاوربت هي بوستيريور الها. اوكي ولاترال تو ذا نيزولاكرمال جروف هذا النيزولاكرمال جروف صار ميديالي هي صايره لاترال الها. اوكي اعيد 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 اول شيء هذا الفلور هي وين صايره ميديالي ماشي هاي اول شغله. التعبير الثاني يقول لك هذا الرم الحافه مالت الاوربت صايره هي بوستيريور الها صايره بوستيريور الها. اوكي وبعد شوف التعبير اللي ورا يقول لك هذا النيزولاكرمال جروف هي وين صايره؟ صايره لاترال الها ببساطه ببساطه. اوكي اوكي نجي نرجع للتطبيق الثاني. شوف انا احكي لكم التطبيق على المتفهمون لان شويه معقده تكون السالفه. اقول لي الانسيرشن مالتها وين حيكون؟ يقول لي بالاوتر بوستيريور كوادرنت اوف ذا ايبول. هنا هنا نفس حكي السوبريور اوبليك همين يقول لي بالبوستيريور كوادرنت اور بوستيريور هالف وبالاوتر يعني بالسطح الخارجي ما راح تخترقه. اوكي زين لحد الان امورنا تمام زين. هي وينها؟ هي وينها بس دقيقة خليني أشرح لكم إياها. هي وينها؟ هي هاي هي هاي. أوكي بادي يمين بادي ميديالي ورايحة لاترالي. أوكي أوكي فشوفوها مين بدت؟ بدت من هنا بس هنا ماكو ما بين العظام. أوكي فما بين الاتصال مالتها دقيقة ما بين الاتصال مالتها بس هي مادة من هنا وممتدة من هنا صايرة أوبليكلي مائلة لذلك سميناها inferior oblique. أوكي أمين الانسيرشن مالتها راح يكون هنا
اللي راح يكون بالبوستيريور كوادرنت اللي هو هذا، هذا الانتيريور كوادرنت ماشي، وراح ارسم بالبرتقالي البوستيريور كوادرنت اللي هو هذا. اوكي، هي متصله بالبوستيريور كوادرنت تحديدا، يقول لي وين بالبوستيريور كوادرنت، بالانفيريور سيرفيس، هي هاي الانفيريور سيرفيس، هي متصله بالانفيريور سيرفيس. اوكي، ما رسمت الانفيريور دقيقه صارت شخبطه هوايه، هاي الانفيريور سيرفيس هي بالانفيريور سيرفيس ماشي، بالبوستيريور كوادرنت اللي هي هاي اشارتها. اوكي، لحد الان امور كلش كلش واضحه وكلش سهله، بس دقيقه نجي نمسح الحكي. هسه نعيد عادة سريعة عن مود وراها شنو، وراها نبتي إن شاء الله نتحول للنيرفيشن وفانكشن. أول شيء راح نأخذ إحنا سوبريور ركتس ماشي، هاي سوبريور ركتس، بعدها أخذنا الانفيريور ركتس، بعدها أخذنا الميديال ركتس مصل، وبعدها أخذنا اللاترال ركتس مصل. شو عرفتوا هنا ميديال؟ طبعًا هاي معلومة هيك بايخة ما المفروض تعرفوها، من النيجولا من اللاكرمال ساك، لاكرمال ساك صاير ميديالي. أوكي، فيعني عرفت هاي ميديال ركتس. أوكي، هاي سوبريور اوبليك مصل، اذا تشوفون شلون صايره اوبليك ليش، لان منحنيه، يعني اذا تشوفوها هيك صايره منحنيه. اوكي، ما إله. واذا تشوفون هاي الانفيريور ركتس مصل اللي هي هنا، ذن يكونين يتحكمون في حركه الايبول. اوكي اوكي، خلينا نرجع للم... يلا طلاب هسه احنا خلصنا هاي، خلصنا الانرفيشن، خلصنا الاوريجن والانسرشن. اوكي، وصلنا للانرفيشن، بعدها نجي للفانكشن. شوفوا طلاب تعالوا وياي للانرفيشن، خلينا نقرا هذا السلايد اللي هو راح يلخص لي الانرفيشن كله. اول شيء نجي لل يقول لي اكسترا اوكولار مسل ماشي، يعني اكسترنسيك مسل، يعني مسل يتحرك لي ايبول. قلنا انه هن سبع عضلات، وحده تحرك لي الايليد الجفن العلوي، وسته يحركن العين، يحركن الايبول. اوكي، اربعه منهن تسمى بالركتا ماشي، شنو ركتا؟ يعني ركتس ماشي، بهالمعنى يعني سوبريور ركتس مسل، انفيريور ركتس مسل، ميديال ركتس، ولاترال ركتس. اوكي، واثنين اوبليك مائله، شنو ركتس طلاب؟ يعني بمعنى هيك مثل تمشي بطريق مستقيم، او هيك بهالمعنى، هيك تمشي بطريق مستقيم او مستقيمه او عدله بهالمعنى. هيك اوبليك مسلز يعني مائله. اوكي، يعني عضلات مائله اللي هي سوبريور اوبليك والانفيريور اوبليك. يقول هنا راح نجي للانيرفيشن، بالانيرفيشن طلاب يقول لك all muscle of the eye اللي extrinsic muscle كلهن ماشي، يقول لك supply by oculomotor nerve ما عدا عضلتين اللي هو ال LR6 وال SO4. شنو SO4 هسه واحد يشوف؟ رحنا كيمياء احنا؟ لا، انا راح احفظك هنا، اقول لك كل عضلات العين يغذيها ال oculomotor nerve ما عدا ال LR4 ال LR6. شنو L يعني lateral، شنو R يعني rectus، 6 شنو العصب الكرينيال السادس هو راح يغذيها. أما ال SO4، ال S يعني superior، ال O يعني oblique، ال 4 يعني العصب الكرينيال الرابع هو اللي راح يغذيها. خب حليناها هاي طلاب، طبعا يعني معضلة الطلاب أصلا، شون أني أقدر أعرف إنه superior oblique muscle واللاترال rectus muscle التغذيتين تختلف؟ ينسون الطلاب بعد ما يطلع من المحاضرة أجي أسئله ينساها، لكن أنت بعد هذين الرموز أريدك تحفظهن. LR6 SO4 SO4 خب مركب، هذا بالكيمياء أوكي، مو مركب، عنصر ما أدري شنو. المهم وال LR6 اللي هو يا هو اللاترال rectus muscle. أوكي أوكي، 6 يعني اسم النيرف اللي راح يغذيها، هنا الابوديوسنت نيرف او ابدوسنت نيرف، اكو منهم ابوديوسنت واكو ابدوسنت، نفس الشيء نفس اللفظ. اوكي، ابوديوسنت نيرف اللي هو العصب السادس، وهنا السوبريور اوبليك مسل اللي هو التروكليير نيرف اللي هو العصب الرابع. اوكي اوكي، حلينا هسه، والبقيه كلهن الاوكيولوموتور نيرف. زين دكتور، شنو هاي الانفيريور برانش والسوبريور والسوبريور برانش؟ هذا انفيريور برانش وهاي سوبريور برانش وهاي سوبريور برانش. ها طلاب، العضلات اللي موجوده فوق اللي يغذيها الاوكيولوموتور يغذيها سوبريور برانش مالته. خل اشرح لكم عن الاوكيولوموتور شويه. هذا البرين، هذا البرين الدماغ مالتنا ماشي، هذا الدماغ مالتنا، وهاي العين مالتنا، والعضلات دائره دائرها. اوكي، هاي العين مالتنا، طلع الاوكيولوموتور نيرف من هنا، اول ما يطب لي العين ينقسم لي قسمين الى تو برانش، برانش نسميه سوبريور برانش، وبرانش سفلي نسميه انفيريور برانش. السوبريور برانش يغذي لي العضلات الموجوده سوبريور، اللي يا هي اللي هي السوبريور ركتس مسل ماشي، السوبريور ركتس مسل، والليفيتر بابلي سوبريورس، والعضلات اللي موجوده انفيريور اللي هي انفيريور اوبليك مسل
ماشي، وال والانفير اوبليك مصل والميديال ماشي. الميديال شويه نازله لجوه، فالميديال ركتس مصل هم يغذيها الانفير برانش. اوكي اوكي ما خب حليناها هسه، حليناها اوكي. والانفيرير اوبليك مصل همين، والانفيرير اوبليك مصل ماشي. فال الميديال ركتس والانفيرير ركتس والانفيرير اوبليك مصل زين. هنا السوبريور ركتس ماشي، وكذلك الليفيتر بابلي سوبريورس. وقلنا اكو شواذ اثنين ما راح يغذيهن الاوكيولو موتور، يا هن اللي هن قلنا LR6 والSO4 اوكي. قبل احدنا هسه حفظناهن وعرفناهن، هسه كملنا الانرفيشن وكملنا الانسرشن وكملنا الاورجن، نجي للفانكشن. هذا الفانكشن هذا الفانكشن معقد عليكم، تعالوا وياي انا اسهله لكم. اوكي طلاب، اول شيء راح نجي للسوبريور ركتاس، راح نجي للاوبليك ماسلز. الاوبليك ماسلز يعني الانفيرير اوبليك ماسل والسوبريور اوبليك ماسل والانفيرير اوبليك ماسل. هذين طلاب اسمهن يعكس وظيفتهن، يعني شلون يعني دكتور انت من يقول سوبريور اوبليك ماسل يعني هاي ترفع لي العين سوبريور لي، غلط. يعني شلون دكتور غلط؟ سوبريور اوبليك ماسل تنزل لي العين لجوا، والانفيرير اوبليك ماسل ترفع لي العين لفوق. يعني انت بس تقرا سوبريور اوبليك قول هاي تنزل العين، عكس عكس اسمها ماشي. انفيرير اوبليك قول هاي تصعد العين، عكس اسمها. اوكي زين دكتور، والميديال ركتاس واللاترال ركتاس والانفيرير ركتاس والسوبريور ركتاس؟ لا، هذني نفس وظيفتين. السوبريور ركتاس ترفع العين لفوق، والانفيرير ركتاس تنزل العين لجوه، واللاترال ركتاس تميل العين المن للميديال، واللاترال ركتاس تميل العين توخرها لللاترال. يعني انا من اريد اباوع صفح يعني ده تشتغل عندي يا هي اللاترال ركتاس. زين هاي المصطلحات اكيد كلكم تعرفوها، بس هي بالاصل انا احد الدكاتره الاجانب اللي يعني احد الدكاتره الاجانب اللي شفتهم اقول يا بانه هاي تختلف السالفه. انت صحيح هاي انطيت هاي المفاهيم، بس انت كطالب طب تحتاج تتوسع اكثر، لان انت ما تباوع بس لاترال وميديال ولفوق ولجوه، ربما انت تباوع لفوق وشويه تميل ميديالي، هاي عضله راح تشتغل مبلغ. تمام طلاب، هسه احنا خلصنا خلصنا الاوريجين وخلصنا الانسرشن وخلصنا الانرفيشن وصلنا للفانكشن. الفانكشن تعالوا هاي الصوره توضح لي كل شيء. اوكي طلاب، هاي عين، هاي قبال عين. اوكي من احرك عيني ميديالي، يعني من اودي عيني هيك دقيقه، من اودي عيني هيك راح تشتغل الميديال ركتس مصل. ليش؟ لان وديت عيني ميديالي. من اودي عيني لاترالي يعني هاي كلها كرة العين افرها لاترالي، راح تشتغل اللاترال ركتس مصل. اوكي طلاب ركزتوا من قلت لكم افر الكرامات العين كلها؟ يعني مو هاي اجيبها اطفرها هنا، غلط، هاي ثابتة هاي المنطقة، وانما انا العين كلها احركها. تعال اراويكم هاي، تعال شوف شوفوا طلاب، مو هاي تتحرك وتنتقل لهنا، وانما العين كلها تتحرك. شوفوا شوفوا العين شلون تتحرك، كرة العين كلها تتحرك. من يحرك كرة العين؟ اللي هي العضلات اللي متشلبة بيها. اوكي اوكي تعالوا يا هسه عرفنا من حركة ميديال ومن حركة لاترالي هاي عضلات راح تشتغل. من ارفع عيني لفوق ماشي، بس ركز وياي، من هسه من وديناها ميديال وديناها لاترال، عوف من ارفع هسه بعدين اجيك اياها. من اودع عيني لاترالي بس اني سوري، من اودع عيني ميديالي بس واني اوديها ميديالي ارفعها شويه لفوق هيك اخليها، راح تشتغل السوبريور ركتس مصل. فالسوبريور ركتس مصل تشتغل من اودع عيني ميديالي ومن ارفعها لفوق شويه. اوكي اوكي زين، من اودع عيني ميديالي وانزلها شويه اوكي راح تشتغل عندي الانفير ركتس مصل. اوكي لحد الان الامور تمام، الامور تمام. من اودي عيني لاترالي وارفعها شويه لفوق تشتغل انفيرير اوبليك مصل انفيرير. زين راح اقول لي دكتور انا وديتها لاترالي ورفعتها لفوق، شلون اشتغلت عندي الانفيرير؟ راح اقول لك الاسم عكس الوظيفه. يعني من اقول انفيرير اوبليك مصل يعني العين دا ترتفع لفوق، من اقول سوبريور اوبليك مصل يعني العين دا ينزلها لجوه. اوكي اوكي فمن هاي وديتها لاترالي رفعت عيني شويه لفوق اشتغلت الانفيرير اوبليك مصل ماشي، وديت عيني لاترال نزلتها شويه لفوق السوبريور اوبليك مصل. زين دكتور هسه انت عرفت اني من من اودي عيني ميديال وصعدها شويه. زين اوكي اوكي تعالوا واحده واحده وفهمني اياها هسه بالمضبوط. زين خلينا نجي بالمضبوط، من اودي عيني تعال هنا افهمك اياها بالمضبوط دقيقه، تعالوا هنا هاي الصوره راح توضح لي كل شيء.
نجي أول شيء للإليفيشن. ماشي، نجي أول شيء للنورمال يعني بوزيشن، نقدر نقول مو نورمال بوزيشن، هو كله نورمال بوزيشن، وإنما نجي يعني أول شيء للحركات الاعتيادية. ماشي، يعني هسا أنا عندي البرايمري بوزيشن هاي، مثلا جاني الدكتور وقال لي وقف لي عينك بالبرايمري بوزيشن، خب ما نظر صار الدكتور جاي تحكي انت شنو برايمري بوزيشن، انا مدارسه ما اعرفها. لا اساس انت تعرفها البرايمري بوزيشن، هو انت تباوع بعين مستقيمه اللي قدام، ما تحركها يمنى ولا تحركها يسرى، يعني ما توديها لاترالي ما توديها ميديالي. اوكي اوكي، هاي البرايمري بوزيشن. زين دكتور قال لك الدكتور ارفع عينك لفوق، رفعت عينك لفوق قال لك يا عضله اشتغلت، القلب بسرعه سوبريور ركتاس مصل. ها هنا من ترفع عينك لفوق انت ما موديها ما ميلها لا ميديالي ولا ميلها لاترالي، وانما فقط رافعها لفوق بشكل مستقيم. هنا تشتغل العضلتين، ترى تشتغل هذين العضلتين، سوري بس هذين العضلتين اثنيناتهم يشتغلن اذا انت وديت عينك هيك، لكن انت اذا حركت عينك لفوق اوكي بس شويه ميلتها ميديالي راح تشتغل هاي، واذا حركت عينك لفوق وشويه ميلتها لاترالي راح تشتغل هاي، لكن انت اذا رفعتها بس لفوق تشتغل ذني العضلتين اثنيناتين اللي هي سوبريور ركتس مصل وانفيرير اوبليك مصل. اوكي، فهسان ايش سويت؟ فهسان سويت رفعت عيني بس لفوق اشتغلت اثنيناتين. زين تعالوا يا انا رفعت عيني لفوق وديتها لاترال، هذا خشمي يعني هذا الميد لاين، وانا رفعتها شويه لفوق وديتها لاترالي، يعني ايش اشتغلت عندي؟ عارفين انفيرير اوبليك مصل هذا الخشم، واني رفعت عيني شويه لفوق وديتها ميديالي، يعني اشتغلت عند السوبريور ركتس مصل. اوكي اوكي، وهي نفس الشيء هذا الخشم رفعت عيني لفوق وديتها ميديال اشتغلت السوبريور ركتس مصل، هاي عيني رفعتها لفوق وديتها شويه لاترالي، دقيقه رفعتها لفوق وديتها شويه لاترالي اشتغلت الانفيرير اوبليك مصل. اوكي اوكي، هنا همين عيني وديتها فقط ميديالي، فقط ميديالي ما رفعتها ولا نزلتها لفوق، فقط ميديالي اشتغلت ميديال ركتس مصل، عيني وديتها فقط لاترالي يعني هسه هذا الخشم انا وديتها لاترالي اشتغل اللاترال ركتس مصل. اوكي اوكي، بس دقيقه خلينا نطفي هذا. اوكي نجي هسه انا عيني نزلتها بس لجوا، من انا منزلها لجوا طلاب هل هنا اميلها لا اميلها لاترالي؟ لا بس منزلها لجوا، بس منزلها جوا، هل وديتها هيك؟ هل وديتها هيك؟ يعني هل انا وديتها هيك مثل هاي منزلها لجوا وموديها مثلا ميديالي وهاي موديها لاترال؟ لا هنا بس منزلها لجوا. اوكي هنا بس انا منزلها لجوا. زين هنا راح تشتغل العضلتين، يا عضلتين العضلتين هذني من اللي جوا اثنيناتهن، انا من قلت لك تودي عينك ميديالي وتنزلها لجوا شويه اشتغلت انفيرير ركتس، ومن تودي عينك لاترالي وتنزلها تشتغل السوبريور اوبليك مصل، بس انت من تنزل عينك ستريت يعني كلش يعني بشكل مستقيم لجوا اوكي يعني دبرجن او انفيرير تنزل عينك كلش لجوه، ماشي يعني ما تميلها مثلا ميديالي لاترالي او تميلها ميديالي، راح تشتغل ذني العضلتين اثنيناتين، يعني حالها حال هذني، هذني اذا رفعت العين فقط لفوق يشتغلن اثنيناتين، واذا هذني اذا نزل العين لجوه اثنيناتين يشتغلن، لكن العين اذا ارتفعت شويه مالت ميديالي يشتغل هاي، واذا شويه لاترالي يشتغل هاي، واذا نزلت العين شويه مالت لاترالي تشتغل هاي، واذا نزلت العين ومالت ميديالي تشتغل هاي. اوكي اوكي، فهنا همين شوفوا تعالوا وياي تعالوا وياي دقيقه تعالوا وياي شوفوا هنا العين، العين انا منزلها لجوه وميلها ميديالي، لان هذا الخشم هذا الميد لاين وميلها ميديالي، فهي انفيرير ركتس مصل، هذا الخشم انا العين نزلتها لجوه وميلتها وين؟ لاترالي، عفوا في السوبريور اوبليك مصل اشتغلت. اوكي وهاي همين مخطط يوضح لك السالفه يعني تقدر تقرا. اوكي ف نجي هنا نحل هذني، نحل هذني الصور المتحركة. شوف أنا خليت لي هنا نقطة متحركة اللي هي خليت هاي النقطة، شوف العين وين اتجهت؟ اتجهت بهذا الاتجاه، اثنيناتهن مالن المن عفية ميديال اثنيناتهن، فيا عضلة اشتغلت بالعين اليمنى واليسرى، اشتغلت بالعضلة اليمنى بالعين اليمنى واليسرى هي الميديال ركتس مصل، لأن اثنيناتهن راحن ميديال. شوفوا شلون راح يروحن ميديال، راح ميديال اثنيناتهن. اوكي نجي هنا طبعا هاي الصورة بعدين نجيها. اوكي هسه احنا خلصنا حركات العين، خب نجي طلاب لحركات العين. انا قبل شويه جيتك قلت لك قلت لك يلا انا ارفع العين لفوق سوبريور انزلها لجوه انفيرير اوديها ميديال. اوكي يعني اودي عيني يم خشمي يعني ميديال، اودي عيني بعيد عن خشمي يعني هاي لاترال. زين دكتور احنا بحركات العين نسمي ميديال لاترال سوبريور انفيرير؟ لا العين طلاب اذا ارفعها سوبريور لي، اذا ارفعها دقيقه سوبريور لي
يعني العين elevation ارتفعت، وإذا العين أحركها inferiorly يعني العين depression نزلت ماشي، وإذا العين أحركها laterally يعني abduction، وإذا العين أحركها medially يعني adduction. زين دكتور فرق اللي بين abduction ولا adduction، شلون أعرفها lateral medially؟ من نشوف 2D يعني 2D double D أوكي double D، الدبل دي من تشوفين اعلم انه بالميديال اكو دي فقول هي يعني ميديال، من تشوف دي وحده ماشي، من تشوف هنا دي وحده يعني هاي لاترال، هاي طبعا للحفظ هذا لكم نيمونيك اوكي ماشي. زين بس هذني الحركات ميديال سوبريور انفيريور؟ لا طلاب، انا اقدر الزم العين، الزم العين نفسها واديرها، يعني شلون؟ يعني هاي العين من الزمها افرها، هيك افرها اوكي، اوديها مثلا هنا ميديالي، او العين ألزمها وأوديها لاترالي أوكي؟ أو أوديها لاترالي، يعني شلون؟ تعال لهنانا، هنانا أفر العين بس ميديالي بسرعة، بس هنانا ألزم العين كلها أفرها، يعني هيك أفرها كلها وأوديها ميديالي، يعني العين مثل الأفرها مثل الطوبة، ألزمها وتفرها بإيدك ماشي؟ فرها بإيدك، يعني العين ألزمها وفرها هيك بإيدك أوكي؟ فإذا الفرة صارت هيك باتجاه الميديال أسميه ميديال روتيشن ماشي، وإذا لزمت عيني وفريتها باتجاه اللاترال أسميها lateral rotation أوكي؟ أوكي زين، العين إذا فريتها باتجاه الميديال أقدر أسميها medial rotation أو أقدر أسميها internal rotation ماشي؟ أو أقدر أسميها intorsion، فيعني العين إذا فريتها ميديالي يعني toward the nose، لأن النوز الخشم مالتنا صاير ميديالي أوكي؟ فأني حركت العين ميديالي، يعني أنا حركتها أما أسميها medial rotation أو أسميها internal rotation أو أسميها intorsion أو أسميها intorsion. زين إذا أني لزمت الكرة مالت عيني وفريتها laterally، أما أسميها lateral rotation أو أقدر أسميها external rotation external rotation أو extorsion ماشي؟ فأنا إذا حركت عين laterally فأنا أسميها أما lateral rotation أو external rotation أو extorsion أوكي؟ أوكي يعني أحرك عيني باتجاه من؟ باتجاه temple. شنو temple؟ طلاب هاي المنطقة اللي أنتم تخلون إيدكم بيها وتفروها، شايفة؟ كم منهم يخلون إيدهم هنا، خلون إيدهم هنا ويفر بيها من رأسه يوجع أوكي؟ هاي سميها temple. شنو سميها؟ سميها temple. منطقة التامبل يقول لك أنا من أحرك عيني، دقيقة يقول لك أنا من أحرك عيني باتجاه أفرها باتجاه التامبل، يعني بهذا الاتجاه باتجاه التامبل، يعني هاي أنا جاي حركها lateral rotation، يعني أنا جاي أسوي lateral rotation، يعني أنا جاي أسوي external rotation، يعني أنا جاي أسوي extorsion، كلها نفس الأسامي أوكي؟ فعرفنا إنه الروتيشنات مالته أوكي؟ والدليل بالجدول كاتب لك ميديال روتيشن وبعدها كاتب لك اكستورجن، يعني لا يصح عليك، بس انت تعرف المفروض ان الانترنال روتيشن هي نفسها الميديال روتيشن ماشي. زين انا من احرك، زين راح يجين واحد يقول لي دكتور انت تقول انت تحرك عينك ميديالي، هل انت راح تفر عينك وتوديها ميديالي؟ ها هنا انا اقول لك اللاترال رايت الميديال ركتس ماسل تفر العين دايركتلي ميديالي، ما تفر العين ماشي، يعني بسرعه تحرك العين ميديالي. زين هنا أنا تشوفون بالعربي لاصت علي، ليش؟ لأن جا أقول ساعة أقول لك تفر العين ميديالي، ساعة أقول لك تودي العين ميديالي، لكن هنا بالإنجليزي اختصروها السالفة، يعني شلون اختصروها؟ يعني وضح لي السالفة أكثر. من أنا العين ما أفرها مجرد هيك بس أوديها بسرعة ميديالي أوكي، أسميه adduction، قلت لك قبل شوية قلت لكم، يعني أنا بعد ما أقول ميديال أقول adduction أوكي. زين هنا من أحرك العين وما أفرها، ما أفرها هيك وحركها، لا العين هيك تحركت، أسميه abduction. شو أسميها؟ abduction. زين دكتور راويني الانتورجن والإكستورجن، تعالوا هنا أنا أراويكم، شوفوا العين شلون تفتر، بس ركزوا وياي، شوفوا العين شلون افترت، هيك راحت، بس انت ركز عليها هسه راح تفهمها، طبعا اللي فاتحين فيديو بدقة بسيطة ما راح تبينهم، شوفوا العين راحت هنا ميديال وراحت lateral أوكي، بس أنا راويتك شلون العين افترت أوكي. إذا ما شفتوها عيدوا الفيديو، فالعين تفتر أوكي، العين تفتر هيج تفتر أوكي. أوكي هسه إحنا خلصنا تقريبا كل شيء يعني بالوظيفة، نجي هنا أول شيء نجي وحدة اللي هي elevator بابلي superioris، قلنا إنه هاي ترفع الجفن العلوي، هاي خلصنا منها. نجي ثاني شيء السوبريور ركتس ماسل،
قلنا هاي سوبريور ريكتس مسل، اول شيء ترفع لي العين لفوق ماشي، هاي شغله ثانيه. وثاني شيء ترفع لي العين لفوق واوديها ميديالي ماشي، يعني العين اوديها هيك، يعني ارفع العين لفوق واوديها ميديالي راح تشتغل. يعني من ارفع العين تشتغل، ومن ارفع العين واوديها ميديالي تشتغل. زين، من ارفع العين واوديها لاترال تشتغل؟ لا ما تشتغل ماشي، تشتغل الانفيريور اوبليك مسل ماشي. ماشي، هسه احنا خلصنا من هاي ماشي. بعد هاي تساهم او تساعد بالميديال روتيشن اوف ذا اي، يعني هاي تفر لي العين هم الميديال ماشي، تفر العين ميديال. يعني الزم الطوبه بيدك وفرها ماشي، وبعدين الزم الطوبه نفسها ووجهها ميديال، مو تفرها، وجهها راح تشوفها تتوجه. اوكي اوكي، هسه خلصنا من السوبريور ركتس، نجي للانفيريور ركتس. الانفيريور ركتس اكيد راح تنزل لي العين لجوا. وظيفه الانفيريور ركتس تنزل لي العين لجوا، سوي لها دبرجن نزل، او انفيريور يعني تنزلها انفيريور او سوي لها دبرجن ماشي، او تنزل العين وتميلها ميديال شويه، يعني هاي شغلها. اما تنزل العين لجوا فيت، او تنزل العين وتسوي لها شويه ميديال. اوكي اوكي، هاي شغلها. هسه خلصنا من شغلها. فالانفيريور ركتس تنزل العين، سوي دبرجن، وهي كذلك تميل العين شويه ادكشن، يعني تنزل العين وشويه ادكشن، يعني شنو؟ يعني ميديال ماشي، حركه ميديالي. وكذلك تساعد هنا مو بالميديال روتيشن، اذا تشوفون السوبريور ركتس تساعد بالميديال روتيشن اوف ذا اي، لكن هاي تساعد باللاترال روتيشن. دقيقه، تساعد باللاترال روتيشن اوف ذا اي. اوكي، تساعد باللاترال روتيشن اوف ذا اي، يعني تفر العين لاترالي، تساهم بانه تفر العين لاترالي. اوكي، بس تساعد شوي. ليش؟ لان هسه راح نعرف يا هن اللي راح يساهمن بكلش كبير، بشيء كلش كبير. اوكي، هسه احنا خلصنا من الانفيريور ركتس مسل، نجي المين بعد، وين وصلنا؟ وصلنا للميديال ركتس مسل. الميديال ركتس مسل سوى ادكشن، يعني توجه العين، توجه وليس تفر، توجه العين ميديالي. واللاترال ركتس توجه العين لاترالي. خلصنا منها، وصلنا للانفيرير اوبليك والسوبريور اوبليك مسل والانفيرير اوبليك مسل. نجي راح نسمهن بالوردي. اوكي، السوبريور اوبليك مسل طلاب تساهم انه العين ترفع، نفس شغل السوبريور اوبليك مسل، بس هنا تختلف عن السوبريور ركتس مسل. سوري، انه هي نفس السوبريور ركتس مسل، بس هنا تختلف عن السوبريور ركتس مسل، انه هي همين تساهم في رفع العين، بس تسوي إليفيشن بالعين، بس هي تميل العين لاترالي همين، ترفع العين وتميلها لاترالي. اوكي، فتساهم انه تشتغل بالتالي الانفيريور اوبليك مسل، فهذا وظيفتها، هاي شغلها ماشي. اما السوبريور اوبليك مسل هي تنزل العين لجوا، نفس الانفيريور ركتس مسل، بس هي بنفس الوقت همين تقدر تشتغل انه تنزل العين لجوا وتميلها لاترالي. اوكي، وتميلها لاترالي، فتشتغل السوبريور اوبليك مسل. فهي يعني هذا المخطط عريق، يعني عريق ماشي، من اقول لك عريق يعني عريق، هذا يفهمك كل شيء. اوكي، طبعا هاي بناخذ نفس لان الدنيا حاره وانت تحكي هوايه، فيعني شويه يعني ينشف ريقك. اوكي، وزاد من تحكي هوايه ضل تتنفس هوايه، يعني هاي احد اكتشافات الشرح. اوكي، فهاي تنزل العين لجوا، وهاي ترفع العين لجوا، عكس اسمهن. سوبريور تنزل العين لجوا، انفيريور ترفع العين لفوق، عكس اسمهن. اوكي اوكي، وشويه يسوون ابدكشن، قلنا انه هن ينزل العين ويميلها لاترالي، ميلها لاترالي. اوكي زين، هن هنا الوظيفه العريقه مالتهن، وين الوظيفه العريقه مالتهن؟ انه هن يساهمن بالانترنال روتيشن اوف ذا اي. شنو انترنال روتيشن؟ يعني نفس الميديال روتيشن، يعني نفسه ميديال روتيشن اوف ذا اي، يعني تفر العين ميديالي، يعني مثل من ياي تساعد، يعني ياي تساعدها بالشغل، هي نفسها تساعدها بالشغل. السوبريور ركتس مسل، سوبريور ركتس مسل همين تفر العين شنو؟ ميديالي. ماشي تعالوا هنا، ايش راح تسوي؟ هاي ايش راح تسوي؟ سوي اكسترنال روتيشن اوف ذا اي، اكسترنال روتيشن اوف ذا اي، يعني راح تودي العين وين؟ توديها لاترالي، مو توديها، تفرها لاترالي ماشي، تفرها لاترالي. يعني منو راح يساعدها؟ منو راح يساعدها؟ عفيه، يساعدها الانفيريور ركتس مسل، الانفيريور ركتس مسل. اوكي، اثنيناتهم يشتغل، بس هنا كاتب ميديال وهنا لاترال، هنا كاتب اكسترنال، انترنال واكسترنال نفس الاسم، انترنال يعني ميديال واللاترال يعني اكسترنال. اوكي، بس هنا اريد ادوخك يعني. اوكي،
خلصنا من هذين كلهن، خلصنا من هذين كلهن، أوكي، وهذين همين خلصنا. هنا أنا أريد أراويك أني هنا التندينس رينج شون دي تتصل بها العضلات. شوف من فوق اتصلت على سوبريور ركتس، من جوا اتصلت بالتندينس رينج انفيريور ركتس، وبالكمان تندينس رينج اتصلت بها، أوكي، بعد ميديالي الميديال ركتس ولاترالي اللاترال ركتس. وإذا شوف ذين العضلات مرات وراها ما اتصلن بها، يا هن عفية اللي قلتهم قبل شوية اللي هي الليفيتر باب اللي مصل الشرهن ذني الشرهن، أوكي، الليفيتر باب اللي مصل، وكذلك السوبريور أوبليك مصل ذني ما يتصلن، والإنفيريور أوبليك مصل بس هنا مو واضح ما رسميها، أوكي، همين ما تطلع منها. هاي الكومن تندينس رينج إذا تشوفون هنا هاي الأوربيتال كافيتي شون موجودة هي بي ماشي، وشون هسه هاي هي إحنا هسه شايلين يا عضلة، أكو عضلة سوبريور شايليها، عفية الليفيتر باب اللي سوبريورس هاي العضلة شايليها إحنا شايليها، فأخذنا العين وجبناها هنا. فإذا تشوفون هنا سوبريور ركتس مصل، وهنا اللاترال ركتس مصل، وهنا الميديال ركتس مصل، لا هنا الميديال ركتس مصل هاي ماشي، هاي الميديال ركتس مصل، وهاي السوبريور أوبليك مصل. شوف شلون ملتفة، إذا تشوف السوبريور أوبليك مصل شلون ملتفة، أوكي، والإنفيريور أوبليك مصل ما مبينة، بس هنا مبينة شوية مخليها شفافة، أوكي، فهاي مبينة يعني إذا تشوفون هنا شوية شفافة، اوكي، هاي شفافه، هاي انفيريور اوبليك مصل. اذا تشوفون السوبريور اوبليك مصل شلون ملتفه، شوف خلي ارسم لك اياها، جايه من هنا مشت 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 والتفت، منو لفها؟ لفها شيء بسمار هنا صاير بالعين، اوكي ماشي، شايفين البسمار من يشد بي خيط ونعوجه، هو هاي شادين بي وعوجي، اوكي، هذا البسمار هو شنو سميه تروكليا. هاي التروكليا موجوده بالاوربت، موجوده بالميديال مات الاوربت يعني بالميديال وول، اوكي، هاي التروكليا بعد وظيفتها شنو هي؟ انه هي تحتوي لي على مثل التندن، تشبه التندن، بها الياف تشبه التندن، اوكي، وظيفتها انه هاي السوبريور اوبليك مصل تعوجها، اوكي اوكي. وهنا خلص، هاي هنا مبينه الانفيريور اوبليك مصل، شوف شلون مشلبه هنا وملتفه جاي هنا صاير اوبليكلي. والركتاس خلي ببالك، اريدك تكتب الركتاس بمعنى مستقيم يعني او عدل ماشي، مستقيم او عدل، والاوبليك ماشي، والاوبليك اوكي بمعنى دقيقه بس خلي انا اكبر عبالي اكو مجال، والاوبليك بمعنى مائل. فمن اقول هاي العضله ما ركتاس يعني هاي العضله مستقيمه، اذا تشوفوا شلون جاي مستقيمه، من اقول هاي العضله اوبليك يعني هاي العضله معوجه، اوكي اوكي هاي خلوها ببالكم. هذا شرحناه، أنا أوضح لكم هاي هذا السلايد كلش مهم، وضحته وين بالآيلد، بس يعني اللي ما قارين آيلد لازم ينتبهوا له. إذا تشوفون هنا هاي الليفيتر بابلي سوبريورس شلون هيك مشيت مشيت، أوكي، واتصلت بمن؟ بهذا الشيء هنا اكو بالموجود بالآيلد بالجفن نسميه تارسس، أوكي، أنا شارح لكم إياه هذا التارسس بالجفن، هي اتصلت بالانتيريور سيرفيس مالت التارسس، أوكي، ومن هاي الليفيتر باب اللي سوبريورس من هاي العضلة، من هاي العضلة راح تنبثق لي عضلة ثانية ارسمها باللون الاحمر اللي هي هاي، هاي تتصل بالتارسس بس بالسوبريور اج مالتها يعني بالحافة السوبريور. ومنين تطلع هاي العضلة؟ منين تطلع؟ تطلع من الانفيريور سيرفيس مالت الليفيتر باب اللي سوبريورس. هاي العضلة شو اسمها؟ هي نسميها سوبريور تارسال مصل، هاي عبارة عن سموث مصل وليس سكليتال مصل او سكليتال مصل، يعني هاي سموث مصل، اوكي، وتتصل لي هنا. فيقول لك شنو؟ A unique feature of the levator بابلي سوبريورس، يقول لي انه بالليفيتر بابلي سوبريورس اليونيك فيتشر مالتها، يعني شنو يونيك فيتشر؟ يعني السمة المميزة بها انه هي تنبثق منها عضلة، وهاي العضلة تنبثق منها ما تمتلك نفس الصفات فايبراتها، وإنما هي سموث مصل هاي العضلة ماشي؟ Is that collection of the smooth muscle fibers؟ يعني يقول لك هاي الليفيتر بابلي سوبريورس أكو collection of smooth muscle fibers passing from the inferior surface of it muscle أو of this muscle، يعني من هاي الليفيتر بابلي سوبريورس ماشي؟ من inferior surface of the upper edge of superior tarsus. ها شوف شو يقول لك، سوري يعني قريت غلط، يقول لك هي تطلع من الانفيريور سيرفيس مالت هاي العضله، اوكي، من الانفيريور سيرفيس، بس دقيقه، تطلع من الانفيريور سيرفيس مالت هاي العضله، اوكي، مالت هاي العضله اللي هي ليفيتر بابلي سوبريورس اللي هي هاي، وتتجه للابر ايدج مالت السوبريور تارسس. قلت لك انه هي تنزل من الانفيريور سيرفيس وتتجه للابر ايدج مالت التارسس اللي هو هذا، اوكي، هاي المصل اللي يغذيها هو سمباثيتك، سمباثيتك فايبرز، اوكي، وشو اسمها؟ اسمها سوبريور تارسال مصل ماشي.
هاي وظيفته شنو؟ همين تساعد مثل الليفيتر باب الليسوريوس، همين ترفع العين وتساهم انه العين تظل مرفوعة. اوكي هنا أنا هاي همين شارحها اني ضمن ال... ليش انا شرحت هذا السلايد على السريع؟ لان انا شارحها كله ضمن الايلت. اوكي هنا أنا همين يقول لك يابا اذا احنا طبعا شنو يغذي الليفيتر باب الليسوريوس؟ اوكي هاي العضلة يغذيها انه سمباثيتك فايبرز، سمباثيتك فايبرز تغذيها. اوكي غذيها سمباثيتك فايبرز. زين هاي سمباثيتك فايبرز من جايه؟ شرحتها اني جاي من السوبيريور سيرفايكال جانجليا، وراح اشرحها من بنهايه هاي المحاضره. اوكي شنو السوبيريور سيرفايكال جانجليا؟ يعني عباره عن جانجليا تنطي فايبرات تجي تغذي العين. هاي الجانجليا ليه سميناها سيرفايكال؟ لان موجوده بالنك بالركبه. ماشي ليه سميناها سوبيريور؟ لان موجوده في اعلى الركبه. اوكي تنطي سمباثيتك فايبرز تغذي هاي العضله اللي هي السوبيريور تارسال ماسل. يعني طبعا انتبهوا خفي جيمس كيو يقول انه السوبيريور تارسال ماسل شي غذيها يا هو سمباثيتك لو بارا سمباثيتك لو سنسوري لو يغذيها موتور انه سنسوري لو موتور شنو قصدي انه سمباثيتك لو بارا سمباثيتك اللي يغذيها هو السمباثيتك. ماشي سمباثيتك وليس البارا سمباثيتك انتبهوا. ماشي هاي سنسور موتور غنسوا عليه. المهم زين هسه اللي فيتر بابلي سوبريوراس ترى يغذيها يا هو الاوكيولو موتور سوبريور برانش مالته او سوبريور ديفيجن مالته اوكيولو موتور شرحتها. زين هاي اللي فيتر السوبريور تارسال مسل ماشي اللي راح يغذيها هو سمباثيتك. اوكي فلازم تفرق انه هاي اوكيولو موتور وهاي سمباثيتك فايبرز من السوبريور سيرفايكال جانجليا. اوكي جانجليا زين اذا عطل الاوكيولوموتور الجفن ما الجفن العلوي ما كله يصير بي يعني توسس او دروبنج يعني ينزل الجفن العلوي بعد ما يقدر اتحكم به وانما يهبط لجوا بعد ما يقدر ارفعه. ليش؟ لان عطلت الليفيتر بابلي سوبريوراس. اوكي والليفيتر بابلي سوبريوراس هي دمين مصل ذات الليفيت ذا ابر اي ذا ابر ايليد. اوكي يعني ترفع الابر ايليد اللي هو الجفن العلوي. زين اذا عطل السمباثيتك فايبرز اللي يغذي هاي العضله هنا أنا أوكي أني صحيح راح إنه عيني تهبط لجوا أو تنزل لجوا أو يصير بيها توسس إنه الجفن ما تنزل على عيني بس أنا أقدر أرفع عيني شوية. ليش؟ لأن عطل السمباثيتك مالت السوبريور تارسال مصل بس هل الأوكيلو موتور يشتغل؟ هي يشتغل لذلك هاي راح ظل تشتغل ليفيتر بابلي سوبريوراس. فأني أقصد بهذا الحكي كله هيج. أوكي فيقول لي ويراز لوس أوف سمباثيتك إنرفيشن تو ذا سوبريور تارسال مصل ريسولت إن بارشيال توسس. شنو partial توسس؟ يعني توسس يعني هبوط أو دروبينج أو يعني نزول بهالمعنى هيك. أوكي فpartial توسس يعني نزول جزئي من الجفن العلوي. أوكي الجفن العلوي يخبط بس أقدر أنا أرفعه أقدر شوية. أوكي لأن تشتغل بعدها العضلة الليفيتر بابلي سوبريوراس. وهاي خلصنا هاي هذا السلايد كله طبعا أنا شارحه ضمن الآيلت ماشي ما يحتاج إنه توسس. ماشي نيجي نكمل هسه إحنا هاي. اوكي نجي نكمل هاي اللي هي سيلياري الانترنسيك مسل. ها نرجع للاساس مالتنا. هسه احنا شنو جاي ندرس؟ اول شيء جاي ندرس المسل اوف ذا اي. خلصنا الاكسترنسيك مسل كلهن الحمد لله سبعتهن ماشي. نجي هسه للانترنسيك مسل اللي هن ثلاثه كلش سهلات. قلنا انه اثنين منهن يتحكمن بالبيوبل بالسايز مالته ووحده تتحكم باللينز بالعدسه. هاي الوحده هاي كلش مهمه طلاب. سبب قصر البصر سببه هاي العضله. هسه اشرحها شويه بعد ماشي. يعني لا تتركزون وياي لان هاي كلش مهمه يعني هاي تاخذوها حتى بالفيزيولوجي. شوفوا هاي العضله اللي تسبب لي قصر البصر بعدين اشرحها. خليني اجي اشرح ذن تتجوز سهلات الاثنين. اوكي فهذا عفوا يعني بعدين اجي اشرحها. هاي نجي اول شيء طلاب احنا جاي نباوع هاي العين صوره متحركه. هاي العين قدامي تشوفون شنو اللي جاي يتحرك؟ شنو جاي يكبر ويصغر؟ البيوبل اللي هو بؤبؤ العين جاي يكبر ويصغر. زين انطيك معلومه هاي فيزيولوجي مو اناتومي طلاب. من تخلي الضوء على عينك البؤبؤ مال عينك يصغر. ليش؟ لان الضوء كلش هواي على عينك ماشي وجفنك العلوي يبدي ينزل شويه. ليش؟ على مود عينك تستقبل ضوء قليل مو يدخلها ضوء هوايه وتتاثر ماشي. اذا ظلمه الدنيا انت قاعد هيك وانطفت الكهرباء عليك بؤبؤ عينك يتوسع كلش هوايه بس انت ما تنتبه. اوكي ما تنتبه انه بؤبؤ عينك كلش هوايه يتوسع ماشي. فاذا تشوفون هسه هنا مثلا هسه هنا هاي اذا الدنيا ظلمه شوف بؤبؤ عينك شلون صغير. زين اذا الدنيا مو ظلمه اذا الدنيا ظلمه دقيقه انا لصت هدري دقيقه هاي هذا بؤبؤ العين صغير بس دقيقه القلم طفى. هذا بؤبؤ العين صغير
ماشي؟ هاي يعني شنو؟ يعني أنا إذا خليت ضوء على عينك، ماشي؟ خليت أنا ضوء على عينك، بؤبؤ العين ما تكزغر، ماشي؟ على المود يدخل ضوء قليل، لأن أنا محول ضوء كلش هواي على عينك، فأريد ضوء يدخل قليل، فزغر بؤبؤ العين. زين، أنا هسه راح أكبر بؤبؤ العين، ماشي؟ شوف، كبرت بؤبؤ العين، دقيقة بس خلت أكبر، شوف شلون كبرت بؤبؤ العين؟ هاي إذا أنت ظلمة قاعد. شون بؤبؤ العين كبر. زين شون يكبر شون يصغر شون أنا أتحكم به؟ أتحكم به عن طريق عضلتين، عضلة دائرية أو عضلة تكون مو دائرية وإنما صايرة بشكل إشعاع، يعني راديا أحسن نشوفها صايرة بشكل يعني شون أقول لكم بشكل مثل الإشعاع، أوكي؟ يعني هيك صايرة مثل الإشعاع الشمس. هسه إذا ترسم شمس مو ترسم الإشعاع مالتها هيك مبلغ، هي هيك صايرة، أوكي؟ هسه راويكم إياها طلاب. العضلات وين موجودة هذني؟ موجودات بالجزء الملون مالت العين، يعني هسه عينك الملونة هذا لون من لون العضلة؟ إيه لون العضلة ترى، ماشي؟ هذا اللون اللي موجود فوق عينك هو مو لون العضلة، أوكي؟ بس يعني اللون اللي صار فوق العضلة، يعني الجزء الملون مالت عينك هو عبارة عن عضلات ترى طلاب. سموث مصل تتحكم بالبيوبل، في حركة البيوبل بؤبؤ العين، أوكي؟ أوكي، شنو هن هذني العضلات؟ هذا البيوبل، هذا بؤبؤ العين، عضلة نسميها اللي هي هاي راديال، راديال تتصل، ماشي؟ هاي العضلة الراديال نسميها راديال مصل. شنو راديال؟ يعني مثل الأشعة صايرة، راديالي راديالي، ماشي؟ مثل الأشعة صايرة، ماشي. وعضلة تكون دائرية، تكون دائرية نسميها سيركولر مصل. شنو نسميها؟ سيركولر مصل. فأنا عندي راديال مصل وعندي سيركولر مصل، ماشي ماشي لحد الان امورنا تمام. وهاي هم من هنا توضح، هاي الصور هم يتوضح لك راديال مصل وسيركولار مصل. هاي سيركولار مصل شلون بزغر البؤبؤ اشتغلت، ماشي؟ شوفوا طلاب، بؤبؤ العين اذا اريد ازغره اشغل السيركولار مصل اقلصها، ماشي؟ وبؤبؤ العين اذا اريد اوسعه اشغل الراديال مصل. هذا ان الراديال مصل خليها تشتغل، تلزم البؤبؤ مال العين وتجره فتحه، اوكي؟ فيتوسع، اوكي؟ فتشوفون هنا بؤبؤ العين شلون متوسع اشتغلت الراديال مصل. تشوفون هنا بؤبؤ العين شلون صغير اشتغلت يا هي عافيه السيركولار مصل. طلاب، سيركولار بمعنى دائري او كروي، اوكي؟ بمعنى دائري. اقدر اسميها سفيريكال؟ اي اقدر اسميها سفيريكال، اوكي؟ اوكي. فالسيركولار مصل هي نفسها السفيريكال. والراديال مصل، الراديال مصل، الراديال مصل اقدر همين اسميها دايليتور مصل. ليش سميتها دايليتور مصل؟ لان توسع البيوبل، ماشي؟ فمن توسع البيوبل دا تسوي دايليشن للبيوبل، دا توسعه، ماشي؟ من توسعه بالتالي انا سميتها دايليتور مصل، ماشي؟ فسفيريكال بابلي وكذلك دايليتور بابلي، اوكي؟ بيوبلي مو بابلي، بابلي بيوبلي نفس الشيء، اوكي؟ فخلي نجي نقرا عنهن. اول شيء هي يقول لي سيركولاري ارينجمنت فايبرز ان ذا ايريس. ايريس الجزء الملون بين العين بعضلات ترى، يعني تخيل يعني انت اذا ما عندك هذا الجزء الملون من العين انت بدون عضلات وعينك تنطفي وكل شيء ما تشوف وعينك تسكت، اوكي؟ زين، اما دايليتور مصل هي اللي راديالي ارينجمنت فايبرز ان ذا ايريس، الجزء الملون من العين، ماشي. طلاب انا قلت لك اذا اخلي ضوء على عينك، ماشي؟ اذا اخلي ضوء على عينك، عينك راح تتقلص، تشتغل يا عضله. مثلا جاب لك كيس، قال لك يابا مريض، ماشي؟ مو مريض يعني انسان صاحي، مثلا عوف الكيس، انسان صاحي جبت ضوء وخليته على عينه، صار تقلص بالبيوبل، يا عضله اشتغلت، ماشي؟ ويا النيرفيشن راح يغذي هاي العضله، هل سمباثيتك او بارا سمباثيتك؟ انت هنا راح تصفن، تقول انا وجه الضوء على عين، ماشي؟ البيوبل راح يصغر على مود الضوء يدخل قليل، ما يدخل هواي ويؤذي العين، ماشي؟ فراح تشتغل عضله السفيريكال بيوبلي او عضله يا هي السيركولار مصل، ماشي؟ هاي راح يغذيها البارا سمباثيتك، امين من الاوكيولو موتور نيرف، يعني هاي السفيريكال بابلي او بيوبلي، ماشي؟ هاي راح يغذيها البارا سمباثيتك، امين جايين هذا البارا سمباثيتك من الاوكيولو موتور نيرف، من الاوكيولو موتور نيرف. يعني دكتور الاوكيولو موتور نيرف ببارا سمباثيتك؟ اي ببارا سمباثيتك، خليها ببالك. الاوكيولو موتور نيرف هو يعتبر من النيرفات اللي تحتوي على بارا سمباثيتك، فايبرات بارا سمباثيتك، يعني الياف بارا سمباثيتك تغذي عضله السفيريكال بابلي، اوكي؟ الدايليتور مصل. زين، قال لك يابا هذا الشخص نفسه انطفت الكهرباء، شو راح يصير بالبيوبل مالت العين؟
تقول انطفت الكهرباء، يعني ضوء ماكو، يعني البيوبل مالت العين يتوسع على مود شكل ضوء يستقبله بس يريد يشوف، ماشي؟ فراح يتوسع، يعني راح تشتغل الدايليتور مصل او راح تشتغل الراديال مصل، اوكي؟ زين، هنا انا شو راح يشتغل يا انرفيشن مالت هاي العضله؟ راح يشتغل السمباثيتك انرفيشن. السمباثيتك من جايني مالت العين؟ بالله الف مره انا عدت هذا، بس ركزوا وياي، السمباثيتك من جايني مال العين؟ عفية من السوبريور سيرفايكال جانجليا، من السوبريور سيرفايكال جانجليا اللي هاي راح تنطي فايبرات تمشي وين انترنال كاروتيد ارتري، وهذا الانترنال كاروتيد ارتري من يدخل ينطيني برانش، من يدخل انترنال كاروتيد ارتري شبكه الاعصاب مالت السوبريور سيرفايكال جانجليا، ماشي؟ اللي نسميها كاروتيد بلكسس، تنطيني برانش، هذا البرانش يروح للعين، اوكي؟ هاي شارحها كلها. المهم حتى لو ما فهمتها، فانت عندك سوبريور سيرفايكال جانجليا تنطيني السمباثيتك فايبرز اللي يغذي لي البيوبل. فانت اذا انطفت الكهرباء عندك يشتغل عندك السمباثيتك لو الباراسمباثيتك، يشتغل عندك السمباثيتك على المود يروح للدايليتور مصل يوسع يروح للدايليتور مصل ينطيها اعاز يقول لها يابا وسعي البيوبل اللي هو البؤبؤ مالت العين، اوكي؟ فهاي شو يسوي؟ يسوي كونستراكتس للبيوبل، وهاي يسوي دايليت للبيوبل، اوكي؟ خلصنا. نجي للسيلياري مصل اللي هي اخر شيء بهذا البارت. السيلياري مصل شنو هي؟ طلاب احنا من درسنا اخذنا شيء اسمه سيلياري بادي اللي هو هذا، ماشي؟ من درسنا العين اخذنا شيء اسمه سيلياري بادي اللي هو هذا، وقلنا يا بي بالسيلياري بادي اكو سيلياري مصل، وقلت لكم السيلياري مصل مو هسه اشرحها، هسه راح نجي نشرح السيلياري مصل. السيلياري مصل هي موجوده بالسيلياري بادي اللي هو هذا الجزء اللي موجود بالعين اللي هو هذا، هاي السيلياري مصل بيها، ماشي؟ بيها نوعين من الفايبرات، فايبرات تكون طولية ماشي longitudinal، وفايبرات تكون دائرية اللي هو circular. هاي أول شغلة عرفنا عنها. هاي تتحكم باللينز، تتحكم بعدسة العين، ماشي؟ تتحكم بعدسة العين. خلل، هاي ثاني شغلة عرفناها، إنه هي أول شغلة عرفنا إنه فايبرات مالتها شنو، ثاني شغلة عرفنا إنه هي تتحكم بعدسة العين. ثالثا عضلة مهمة جدا، الخلل بيها يسبب لي قصر بصر، الخلل بيها يسبب لي قصر بصر، وهسه راح افهم لك شلون دي يصير قصر بصر عندنا، ماشي؟ هذا السيلياري بودي، ماشي؟ هذا السيلياري بودي وهاي السيلياري مصل. شوف الفايبرات مالتها بس ركز وياها، شوف هنا شلون لونجيتيودينال طوليه، لونجيتيودينال، وهنا سيركولر، فايبرات سيركولر، اوكي دائريه. فهاي خلصنا منها، اوكي زين. اذا تقلصت هاي العضله ماشي، هاي العضله ماشي اتقلصت، ماشي هاي العضلة، هاي هاي العدسة، هاي 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 اللينز اذا تقلصت، هسه خلي اجي ارسم لكم انا اللينز على اليمين، هاي اللينز وهاي السيلياري مصل، اوكي رسمت لكم اياها، بيها فايبرات لونجيتيودون فايبرات سيركولار، هاي سيركولار مصل، ماشي. هاي السيلياري مصل يطلع منها او يعني تتصل بشيء بروسيس اسمه سيلياري بروسيس، اوكي هسه راكم اياه، وهذا السيلياري بروسيس يطلع منه ليجمنتات او فايبرات صغيره نسميها سيلياري فايبرز او سيلياري ليجمنت، تتصل باللينز بالعدسه، ماشي ما راح ارسمها منها، دقيقه اقدر ارسمها منها، هاي اسوي لها كوبي وافرها، اوكي اوكي صارت عوجة. تمام هسه هاي سيلياري مصل وهاي سيلياري مصل، اوكي، وتتصل بالسيلياري بودي، وبالسيلياري بودي اكو فايبرات نسميها شنو اللي هي سسبنسري فايبرز. اجا اراويكم اياها بصوره، يعني اكيد انتم ما تقعدون راح الا تشوفون صوره. يعني حتى انا واحد منكم اكيد هم من ما قد راحه. هاي السيلياري مصل، اوكي، متصله بهذا اللي هو السيلياري بروسيس، هاي السيلياري بروسيس، من السيلياري بروسيس طالع هاي الفايبرات تشوفوها بالرصاصي متصله باللينز. خب لحد الان امور تمام، يعني هذا نفس هذا الرسم نفس الشيء، اوكي. يقول لك الطلاب هاي العضله اذا تقلصت تندفع، يعني هي شوف موجوده هنا، ماشي موجوده هنا، بس تتقلص تصغر وتندفع لهنا، من تصغر وتندفع لهنا هاي الفايبرات راح تتجعد، يعني هيج مثل ما تكون مشدودة، ومن تتجعد اللينز تكبر،
يعني اللينز تصير ثيك سميكة ماشي زين. هاي السيليري مصل نفسها إذا صار بها ريلاكس يعني ارتخت راح ترجع لورا وتجر وياها الفايبرات هذني السسبنسري فايبرز. هاي السسبنسري فايبرز أو السسبنسري ليجمنت. ومن تجرها من تجر هاي الفايبرات من أو الليجمنت من تنجر تجر وياها اللينز. من تجر اللينز تصير فلات مسطحة. أوكي أوكي. فإذا تشوفون هنا هاي متقلصة هاي السسبنسري فايبرز. أوكي هاي السيلياري مصل سوري سيلياري مصل. وهاي السيلياري هاي السيلياري شو اسمه سيلياري بروسيس. وهاي سيلياري فايبرز أو سيلياري ليجمنت ماشي شلون متصلة باللينز. أوكي هنا متقلصة ومن متقلصة من دفعة لقدام من دفعة تشوف شلون هنا صايرة رخوة الفايبرات. فحتى هنا شي يقول لك الفايبرات هذني صايرات سلاك. يعني شنو سلاك؟ يعني رخوة. فيقول لك سيلياري سيلياري ليجمنت هي سلاك ار سلاك يعني رخوة. ليش؟ نتيجة تقلص السيلياري مصل ماشي. من تتقلص تندفع لهنا ومن تندفع هذني يصير رخوة ومن يندفع اللينز تصير ثك سميكة هيك تصير. اوكي زين هنا لا ريلاكس مرتخية. من ترتخي ترجع لورا ومن ترجع لورا تجر هذن الفايبرات بالتالي اللينز تتوسع تصير فلات. زين دكتور شو وقت اللينز تصير ثك تسمك وشو وقت اللينز تصير فلات يعني شو وقت تشتغل هاي العضلة؟ من آني هسه دا أشرح لكم مركز بكل كلمة وبكل شغلة دا أقول هاي أول شغلة. بس أنا مركز على الملزمة كلش قوي يعني لاطش رأسي تقريبا بالملزمة. أوكي يعني أنا مركز لو لا مركز يعني هسه السيلياري مصل يعني الضوء اللي يتخلي لازم ينعكس بشكل كلش قوي. يعني الضوء هسه أنا من هاي الكتابة هاي الملزمة مالتي الضوء من دا قرام دي الآيباد من يدخل باللينز ماشي لازم ينعكس كلش قوي على المود يوصل للمنطقة اللي أنا راح أشوف فيها قوي ماشي. من ينعكس كلش قوي يعني اللينز مالتي لازم تصير ثك تصير سمينة. أوكي من أقول ثك يعني سمينة. أوكي من تصير سمينة أو ثك أوكي على مود تعكس الضوء بشكل كلش قوي. فهي من تريد تعكس الضوء أوكي من تريد تصير سمينة ماشي لازم تتقلص السيلياري مصل. لأن من تتقلص لأن إحنا من أني أركز أحتاج إنه اللينز ما تصير سمينة ثك. فهاي سيلير مصل تتقلص ماشي تتقلص فش تسوي تندفع لهنا ماشي. فمن تندفع اللينز تصير ما تثخينة ماشي زين. بالتالي اللينز أنا مركز هواية سيلير مصل ماتي مقلصة كلش هواية مقلصة هواية مقلصة. من أشرح لك ساعة ساعتين ثلاث ساعات أربع ساعات مقلصة هي أربع ساعات متقلصة أربع ساعات هاي راح تتعب. ومن تتعب بعد صعب يصير بيها ريلاكسيشن فتظل متقلصة. لذلك وأنا أباوع الشخص البعيد ما أشوفه. ليش الشخص البعيد ما أشوفه؟ ليش؟ لأن أنا ماتي متقلصة السيلياري مصل. متقلصة السيلياري مصل الشخص البعيد ما أشوفه. ليش؟ لأن الضوء اللي يدخلي ما ينعكس ينعكس بشكل كلش قوي وأنا ما أريد أعكسه بشكل كلش قوي. ليش؟ لأن الضوء جاي يجيني من بعيد أوكي فأقدر أعكسه بالكورينيا ماتي مالت قرنية عيني قبل لا أعكسه وين؟ أعكسه باللينز. طبعا هاي عملية معقدة تاخذوها بالفيزيولوجي اللي ما فهمها عادي اوكي اوكي. فاريد احد اسباب السيلياري مصل اللي ما فهمها عادي احد اسباب السيلياري مصل احد اسباب قصر البصر انه هي السيلياري مصل تسببها اوكي اوكي. فالسيلياري مصل هي مصل فايبر ان ذا سيلياري بودي قلنا موجوده اللي يغذيها بارا سمباتيك من الاوكيولوموتور نيرف يعني حالها الجوهر السفيركال بيوبلي الكونتراكشن مالتها ريلاكس تنجن اوف ذا لينز. يعني شنو ريلاكس تنجن اوف ذا لينز؟ يعني اللينز صايره ثيك سوري يعني اللينز اني جارحه اوكي يعني اني ما مركز حاليا اللينز ما شنو مجروره مو ثيك مو سمينه ماشي. فانا شو اسوي من اقلص السيلياري مصل هاي صايره تنجن باللينز ماشي. من اقلص السيلياري مصل اوخر التنجن اخليها ثيك. تنجن يعني شنو تنجن لينز؟ شنو التنجين لينز؟ يعني اللينز مالتي ممدودة هيك مو هيك ثيك اوكي. فانا قلي ريلاكس ذا تنجين يعني هي مو مشدودة اخليها ريلاكس ترجع كروية ترجع ثيك اوكي. لينز بيكام مور راوند. اذا تشوفون هنا شلون اللينز صارت مور راوند يعني جدا دائرية اوكي. ف هيك نكون
هيك نكون خلصنا هذا البارت ان شاء الله، يمكن اخليها 3 بارتات هاي المحاضره، يمكن كلش مهمه.